اسمعوني منيح وركزوا معي. انتوا عناصر عندي بالكراكون، لازم نشوف حالي فيكم، لازم تكونوا رجال وابضايات. اليوم المهمة خطيرة، ما بدي مخلوق ان يخلع يفوت على هذا الزاع حتى لو كان الباشا بذات نفسه. مفهوم؟ مفهوم سيدي. مفهوم سيدي. سيدي ولكن يعني اذا كان في واحد هون ساكن بهي الحارة، يعني بيته بهي الحارة وبده يفوت على الحارة سيدي، شو بنعمل معه سيدي؟ ها بتعجبني يا فهيم انك تسأل اسئلة ذكية مع انك في قمة الغباء. مظبوط عم تحكي، اذا واحد ساكن بالحارة ما بنحسن نقول له لا لا تفوت على بيتك. طبعا سيدي. نحن منخيره، بنقول له يا بتستنى على المحراس عند باب الحارة لتخلص المهمة، يا ما بتستنى على المحرس على باب الحارة لتخلص المهمة. فهمت علي شلون؟ نعم سيدي فهمنا عليك. يا عيني عليك يا كوكي، فهمت علي؟ طبعا هذا فهمت غبي. عليك سيدي، معروف انه غبي. معروف سيدي. يعني انا شلون بدي احرس الحارة بالعصاية؟ معقول ما يكون معي بارودة سيدي؟ انت بالذات ما لازم تحمل بارودة بالليل. شو فاضي انا كل يوم غسل بدلتي؟ وهلا كل واحد بيروح بيوقف محله، الشباب بيروح بيوقفوا هنيك باخر الحاره، وانت بتضلك ثابت بمكانك لحتى ابعث لكم خبر انا شخصيا لحتى تروحوا على الكراكون. مفهوم؟ مفهوم سيدي. يلا تيسروا على شغلكم لشوف. لحظه لحظه، واوعكم تنسوا كلمه السرها. هذا سيدي احترامي سيدي. الله لا يوفقك. جاي جاي بيتك. الله لا يوفقك. يلا كل واحد يوقف محله. لا ما شو غبي. كوكي ايدي على راسك، شو هي كلمة السر؟ شو بعرفني؟ شو بعرفك لأنك غبي. طيب انت شو كلمة السر؟ انا شو بعرفني؟ لأنك غبي. خلاص ولا ايدي يا طعمك يا المدير. لك اضرب منك له، جاي تحرسوا الحارة وما بتعرفوا كلمة السر. صحيح شو هي كلمة السر؟ عزو، هل أنا صاحبك ولا مالي صاحبك؟ لا لا بدك ليش السؤال؟ صاحبي لكان شو؟ هلا أنت نزلت على بيت المختار وسرقت الذهب ولا هو عم يتبلاك تبلي؟ لكو بتعرفني أنا ما بخبي عليك شيء. لو سرقته كنت قلت لك، إيش بدي أخجل منك؟ معناها من شان شو نزلت لعنده على بيته؟ هلا هو ليك؟ هلا أنا كنت نازل أسره بس ما لحقت. ما بعرف شو رجعوا على البيت، ما لقيته غير صار بارت الثياب. العمى يعني انحسبت عليك سرقه وتبهدلت على الفاضي؟ وانا هذا اللي قهرني، تقول في حدا قال له المختار ينازل على بيته. حدا مثل مين؟ ما بعرف، بس الا ما اعرفه الا ما اعرفه. لك يا سيدي اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. اي والله مظبوط. انا في شغله واحده بس بدي افهمها، انه هاي الناس شلون عم بيصير مع مصاري ونحن كل مالنا اللي وراه مثل بعر الجمال. جاهزه فتحيه، بس مو ياخذك الحال وتضلي ثلاث ساعات على باب السقف. بتخلصي بسرعه وبتجي. لا اختي لا تاكلي هم، بعدين رح تستلم بعدك المناوبه فهميه. ايه تقبريني؟ يلا روحي بسرعه. يلا اوا ديري بالك. ايه يلا يلا. كيفك نشوقتي؟ منيح على ماشي حالي. انت فتوحتي شلونك؟ ماني منيحة بنو. ليش مالك منيحة؟ بالأول وينو أبي؟ أبوكي مناوب عندي بالكراكون. يو شلون مناوب؟ لا تخافي، مناوب لحتى اجي اشوفك، ولما برجع بطالعه بيرجع على بيته. ايوه قليلي لشوف، ليش مالك منيحه انت؟ من هذا الزفت. مين هو؟ احكي قولي مين هذا اللي مضايق لحتى كسر له راسه واشحطه شحط على السجن. الباشا نشوقتي. الباشا؟ الباشا؟ ايه طلب ايدي من ابي مشان يتزوجني. طيب فتوحتي يعني انت شو رايك انت؟ تقبلي فيه للباشا؟ ايه مستحيل اقبل برجال غيرك، ولو حتى بدهم يعلقوا مشنقتي. ايه والله بعلق مشنقته من عيونه اللي بده تطلع فيكي. ايه انا ما راح اسمح لا للباشا ولا لغيره ياخذك مني، وهذا وعد من هالشوارب هدلوم. هدلوم قد وقدو تقبرني قد وقدو.